حلقاتنا التالية إلى أمريكا، حيث أعمال الفنان جاك ستورمز المتفردة وكأنه ينحت الضوء داخل الزجاج. قطاعه الفنية أصبحت تضاهي الأعمال النحتية الكلاسيكية في ثمنها وقيمتها. التفاصيل مع رافي بغسيان من أمريكا. إلى هناك. جاك ستورم شاب أمريكي مثير للاهتمام، تخرج حاملا شهادة جامعية في الفنون، لكن رغبته في التميز دفعته لابتكار نوع جديد من الفن الذي يرتكز على مهارات التلاعب بالزجاج. عملية إنشاء هذا النوع من العمل الفني بسيطة جدا، فهي تعتمد على التكرار. أولا أقوم بقطع لوح من الزجاج وأطحنه حتى يصبح مسطحا على نحو سلس، ثم أقوم بتنعيمه حتى يبدو ثقيلا. بعدها أقوم بلصق هذه القطعة من الزجاج إلى أخرى عولجت بنفس الطريقة، ومتى ما فعلت ذلك علي أن أنتظر لبضعة أيام، ومن بعدها أعود لقطع وتلميع وصقل ولصق كل الأسطح مرة تلو الأخرى إلى أن أحصل على النتيجة المرغوبة التي نراها هنا. السبب الرئيسي وراء اندفاع الفنان هو سماعه لكثيرين أكدوا له أن تقنيته مستحيلة، خصوصا أنه يحاول العمل على الزجاج وكأنه مادة الخشب. هذه التقنية أقرب إلى الطريقة التي يتشكل بها الماس، فهناك القص والجرش لتحديد الأشكال المتعددة. الفارق الوحيد بين النهجين هو أنني أتمكن من إضافة كل الطبقات والقطع المختلفة لبناء التصميم من الداخل إلى الخارج، وهذا فعليا الفارق الوحيد بين ابتكار هذا العمل وعملية إنشاء الماس. أسعار قطع الفنية تتراوح بين 6,000 و 50,000 دولار للقطعة النموذجية، والسعر يعتمد على حجم القطعة ومدى تعقيدها وشكلها. الانعكاسات الملونة التي ترونها في أعمال جاك الفنية لم تخرج بالصدفة، هي عملية مرهقة تتطلب أسابيع طويلة لإنتاج قطعة واحدة فقط. أحصل على ألوان متعددة داخل كل قطعة من خلال قطع جزء من الزجاج من الداخل وحشر زجاج أو كريستال ملون مكانها، وحين أعيد جمعها وأترك الغراء يجف لعدة أيام أعيد تعديل وقص القطعة وصقلها لأضيف المزيد من الزجاج والكريستال الملون. الزجاج الملون الذي أستخدمه في الداخل والذي يمنحنا كل الألوان التي ترونها هنا تم ابتكاره من قبل مقاول في ناسا لإنشاء درع مرئي على الخوذات الخاصة برواد الفضاء. بعض القطع التي صممها جاك استغرقته 24 أسبوعاً للقطعة الواحدة، وفي ذلك إشارة إلى كم الصبر المطلوب منه والحب لهذا العمل الذي يحتل كل وقته. كل تصميماتي هنا هي قطع أصلية ومبتكرة. قد أصنع 10 مكعبات كهذه في العام الواحد، لكن كل واحدة منها سيكون لها نمط مختلف في طريقة القطع والتلوين، وستكون مختلفة في الحجم بعض الشيء لأنها صنعت في أوقات مختلفة، وذلك بقصد وتعمد حتى تكون كل قطعة فريدة في نوعها. بات شهرة جاك عالمية حين ظهرت أعماله في أهم الأفلام التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، ومن يدري قد يصبح الرجل موضوع عمل وثائقي يحفظ تقنيته للأجيال المقبلة.
هذه القطعة هي عبارة عن مكعب، وهي قطعة مميزة بالنسبة لي لأنها ظهرت في فيلم Guardians of Galaxy، وقد ابتكرناها حين اتصلوا بنا من شركة الإنتاج مارفل قائلين أنهم شاهدوا أعمالي ويرغبون أن تعرض إحداها في الفيلم، بحيث يرغبون أن يتم دمج أحد أعمالي الفنية في مشهد معين. حين أكون في الاستوديو لأشرف على سير العملية التي تعتمد على التحليل، علي أن أتأكد من الزوايا إن كانت مستقيمة تماماً وأن الأسطح مصقولة بالكامل. ومتى ما أحقق كل تلك الأهداف للحصول على القطعة المثالية، أقوم بإرسالها للزبون. فيفيافو إحدى القطع الأغلى على قلب جاك، ذلك أنه أسماها تيمناً بزوجته فيفيان، فحين التقاها للمرة الأولى كان يعمل على تصميم القطعة التي أرهقته جداً لتخرج بشكل بيضوي ومثالي. أعتبر نفسي محظوظاً جداً لأنني متمكن من أن أفعل ما أحبه وأن أكون فناناً كمهنة لي. حين يطلب مني نصيحة حول إن كان يمكن للشخص أن يمتهن الفن، جوابي يكون بسيطاً جداً، هو أن عليهم أن يعاملوا الأمر كمهنة وأن يعملوا جاهدين، وعليهم أن لا يستسلموا وأن يجعلوا من الأمر هوساً يومياً، فلا شيء سيوقفكم حينها إلى حين تحققون هدفكم. آلة الصحراء الموسيقية، الإمزاد بعد الفاصل.